الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العلي العظيم. على هامش ما سميناه ركمج، على هامش الضجة الإعلامية التي تثار بين الحين والآخر ضد المسلمين وضد الإسلام، بسبب إرهاب محرم يمارسه بعض المسلمين. هناك أمور من الجيد الانتباه لها، وهذه بعضها على الأقل لا تخص فئة معينة من المؤمنين والمسلمين، إنما من الجيد أن ينتبه لها أصغر شخص فيهم إلى أكبر شخصية فيهم. الأمر الأول، شخص يرتكب جريمة، طبعا آثار الجريمة سيئة، ولكن من الممكن أن تبدل آثار الجريمة إلى آثار إيجابية. طاغية العراق البائد ارتكب جريمة كبيرة نكراء ضمن جرائمه الكبرى، وهي جريمة تهجير ملايين من المؤمنين.
والتهجير لم يكن مجرد إبعاد الشخص عن وطنه، وإن كان ذلك أيضا صعب. إنما كان هذا التهجير يحتوي على مجموعة من الجرائم، أنا الآن أحتفظ ببعض القضايا التي يشيب منها الرأس مما صنعوه في تهجير هؤلاء المؤمنين. ولم يكن شخصا واحدا أو عشرة أو ألف، ملايين أبعدهم عن وطنهم. هذه جريمة كبيرة. بعض العلماء أراد أن يبدل آثار هذه الجريمة إلى آثار إيجابية، وبالفعل تمكن. كيف؟ صاروا يشوقون ويحثون المهجرين أن يؤسسوا حسينيات أينما حلوا. أنت ظلمت، هجرت من مسقط رأسك، ارتكبت بحقك هذه الجريمة، الآن أنت في المهجر في بلد آخر، حاول أن تغير المعادلة لصالح دينك لصالح آخرتك. وبالفعل الكثير استجاب. بهذه الطريقة أسست، لا أقول آلاف، عشرات الآلاف من الحسينيات. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل فرجه، بدءا من أدنى الشرق إلى أقصى الغرب. حسينيات صغيرة وحسينيات كبيرة، بجهود هؤلاء المهجرين، هؤلاء الذين تحملوا هذا الظلم، هذه الجريمة. نتيجة هذه الجريمة الآثار تغيرت بهذا التصرف. آثار سلبية حسب الوضع الطبيعي صارت آثار إيجابية. أسسوا مراكز للتنوير، مراكز لإشاعة ذكر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولإشاعة عقيدة أهل البيت، ولإشاعة فكر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذه الضجة التي تثار ضد رسول الله صلى الله عليه وآله، ضد الإسلام بين الحين والآخر، جريمة، جريمة نكراء، كذب. ولكن نتمكن أن نبدل آثار هذه الضجة إلى آثار إيجابية لصالح الدين؟ نعم، هناك سبل وسبل. أشير إلى نقطة واحدة فقط بصورة عامة. عندما تثار ضجة ضدك يبدأ الناس في ذلك الوقت، في وقت الضجة، يصغون إليك. هذه طبيعة الإنسان. أنت تمشي في الشارع، تنادي بنداءات عادي، البعض يسمعك البعض لا يسمعك، تحرك يديك البعض ينظر إليك البعض لا ينظر إليك، ولكن إذا توجهت إليك سيارات الشرطة، سيارات الإسعاف، صارت ضجة حولك، كل الناس ينتبهون، ينتبهون ويصغون إلى ما تقول وينظرون إلى ما تفعل. حدثت ضجة حولك، ضجة صحيحة أم غير صحيحة، بالنتيجة الناس ينتبهون. ما القضية؟ حس الاستطلاع. هذه إن لم تكن من شهوات الإنسان المهمة فهي من حاجات النفس. هذا الحس يجعل الناس ينتبهون إلى أي جهة تحت الضجة فيها. حدثت ضجة ضد دينك، ضد رسولك صلى الله عليه وآله،
بطبيعة الحال الناس يصغون إليك في وقت الضجة. يعني هذه فرصتنا لإيصال ما نعتقد به إلى العالم. الضجة مكذوبة، سيئة، جريمة، ولكن أنت اقلب الآثار من الآثار السيئة إلى آثار إيجابية. ولذا السيد المرجع دام الله ظله في بداية هذه الضجة التي أثيرت قبل شهرين تقريبا ضد الإسلام وضد رسول الله صلى الله عليه وآله بصورة خاصة، في بداياته لعله في اليوم الأول أو الثاني أصدر بيانا خطاب إلى العالم الغربي في هذه الفترة. الصوت عادي يسمع، فكيف بالصوت العالي؟ صوت شخص عادي يسمع له، فكيف بشخص بالصوت شخصية؟ نداء إلى العالم الغربي أن اقرأوا تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله كما عرفه أهل بيته. أهل البيت أدرى بالذي فيه، لا كما عرفه أعداؤه الذين كانوا يختبئون بين المسلمين والصحابة. منافقون. الإنسان لا يعرف الشخص بما يعرفه أعداؤه. تعالوا اقرأوا تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله كما عرفه هؤلاء. وعلى إثر ذلك مراجع، علماء، شخصيات أصدروا بيانات، هذه مؤثرة. لا أقول فقط إصدار بيانات، ولكن الصوت يسمع في هذه الفترة. القناة التي لا ينظرون إليها في الأوقات العادية في هذه الأوقات ينظرون إليها. الكتب التي لا تقرأ من المسلمين، الآخرون لا يقرؤونها، في هذه الفترة يقرؤونها. القرآن الذي لا يقرأ من قبل الآخرين، في هذه الأيام يقرأ القرآن. نتمكن أن نبدل المعادلة في هذا الوقت، ننتهز الفرصة لإيصال الحقائق التي نريد أن نوصلها إلى الناس. نحن نحتاج إلى استماع من العالم، لا نحتاج أكثر من ذلك. في هذه الفترة يحصل استماع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هو سبب هذه الضجة التي تثار بين الحين والآخر ضد الإسلام؟ أركان هذه الضجة الإعلامية ضد رسول الله ما هي؟ الأثافي الثلاثة، الأركان الثلاثة. أولا، الكتب التي كتبت من قبل بعض المسلمين وجمعت الأكاذيب عن رسول الله صلى الله عليه وآله واعتبرت صحاحا عند طائفة من المسلمين، هذه هي المادة الأساسية لهذا التشويه، لهذه الضجة ضد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه أكبر هدية قدمت لأعداء النبي صلى الله عليه وآله. ما الذي يريده أعداء رسول الله؟ يريدون صورة لا تتناسب مع أصغر نبي من أنبياء الله وكلهم عظام، فكيف تتوافق هذه الصورة مع أشرف الأنبياء والرسل؟ صلى على محمد وآل محمد. تعرفون بعض ما قالوا وما كتبوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بعضها لا تتناسب مع الإنسان العادي المؤمن.
نسبوا ما نسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الركن الأول لهذه الضجة، مادة. المادة أين؟ من هذه المصادر. الركن الثاني الإعلام الغربي، العالم بأنه يوجد اختلاف، توجد فوارق في صفوف المسلمين، لا يعترف كل المسلمين بهذه المصادر، يعلم العالم الغربي بذلك، ولكن يحاول أن يبين أن المسلمين صف واحد، هذه مصادر المسلمين. إذا اعترض أحد عليهم لماذا هذه الضجة؟ يقولون هذه من مصادركم. إن كانت هناك جريمة فهي جريمة السابقين منكم الذين كتبوا هذه الكتب في القرن الثاني الهجري وفي القرن الثالث الهجري في بدايات الإسلام. نعم، لا شك أن الذنب الأكبر على أولئك، هذا شيء لا شك فيه، ولكن الإعلام الغربي أيضا مجرم، لأنه يعرف، الإعلام الغربي دقيق، يعرف الطوائف الصغيرة من المسلمين وغير المسلمين، عندهم معلومات كافية حتى عن الطوائف الصغيرة، يعلم جيدا أن هناك خطان كبيران في المسلمين، خط من الخطين الكبيرين يشكل أكثر من 600 مليون شخص، هؤلاء لا يعترفون بهذه المصادر، لا يقبلون هذه الكتب أصلا، لا يعتبرون حديثا واحدا في هذه المصادر حديثا صحيحا إلا ما دل على صحته من مكان ثاني، من مصدر آخر. هذه الأحاديث يعتبرونها كلها باطلة، لأن المؤلف لهذه الكتب كانوا كذابين، هو المؤلف الأساسي كذاب، حتى لو ينقل سلسلة سند صحيحة من أفضل الأسانيد، ولكن هو كذاب، لا يمكن أن يعتمد على هذه الكتب إلا ما دل عليه من كتب أخرى من مصادر ثانية. العالم الغربي يعرف ذلك ولكن يخبئ، يخفي، يريد أن يلقي اللوم على جهة ثانية. نعم، اللوم على أولئك وعليك أيضا. العالم الغربي، الإعلام الغربي إعلام غير محايد، وهناك أدلة وأدلة على أنه غير محايد، ودليل واضح، واضح جدا جدا بأنه غير محايد، ذكرت لكم زيارة الأربعين، هذه الزيارة الكبرى، هذا أكبر اجتماع سنوي، عجائب وعجائب، ملايين، أكثر من 10 ملايين، هذا أدنى عدد، أقول أنا أدنى عدد، أكثر من 10 ملايين يمشون على أقدامهم عشرات الكيلومترات، أحيانا بعضهم ملايين منهم مئات الكيلومترات يمشون على أقدامهم. هذه القضية العجيبة 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 بكل الموازين، عجيبة، سنوات تمر لا يذكرون عنها شيئا، في بلد أصغر قضية تنقل إلى الإعلام الغربي وعبر الإعلام الغربي، هذا الإعلام محايد. طبعا في هذه السنة لا أعلم لأي مصلحة بدأوا يذكرون بعض الشيء، ما ذكروا الصورة الواقعية ولكن ذكروا شيئا، ولكن خلال سنوات كانوا يخفون. هذا محايد، هذا الإعلام، ليسوا محايدين. الركن الثاني من هذه الجريمة التي ترتكب على الإعلام الغربي. الركن الثالث، الحكومات الدكتاتورية التي تمارس أبشع الطرق مع شعبها، من سجون سياسية،
من تعذيب، من قتل، من مصادرة أموال، من غير ذلك. الإعلام الغربي يريد أن يثير تاريخ من مصادر تذكر هكذا شيء عن رسول الله وعن الإسلام، واقع فعلي هذه الحكومات، حكومات دكتاتورية سفاكة للدماء. ما الذي يريد الإعلام أكثر من هذا؟ أحد العلماء في بلد من البلاد الأوروبية النصرانية جاءه أحد الشخصيات السياسية في ذلك البلد، أحد الشخصيات السياسية الكبيرة في ذلك البلد، جلسة مطولة عن مواضيع مختلفة، إلى أن قال له ذلك الرجل السياسي النصراني، قال لهذا العالم الشيعي، قال له: كيف تتوقع أن تكون نظرتي إلى الإسلام وأنا كلما أرى جرائم؟ ثم ذكر رجل سياسي في درجة نسبيا عالية يعرف تفاصيل، قال: في البلد الفلاني كذا 100,000 سجين سياسي، في البلد الفلاني قتل الحاكم كذا 1,000 كذا 10,000 من شعبه، في البلد الفلاني هجر الحاكم كذا 1,000 10,000 100,000 من شعبه، في البلد الكذائي. ذكر تفاصيل عن العديد من بلاد المسلمين، قال: هذه بلادكم، كيف تتوقع أنت كمسلم أن تكون نظرتي أنا النصراني إلى الإسلام بعد هذه الأمور؟ تتوقع أن تكون نظرتي إلى رسولكم نظرة إيجابية؟ أن تكون نظرتي إلى دينكم نظرة إيجابية؟ هذا الذي أراه أنا. فقال له هذا العالم الشيعي، قال له: أنا أسأل منك سؤالاً، في تاريخنا الحديث يوجد مجرم أكبر جرما من هتلر؟ قال: لا. طبعا ذلك البلد هو من البلاد المتضررة كثيرا من الحرب العالمية الثانية التي أثارها هتلر. قال: يوجد مجرم مثل هتلر؟ قال: لا. قال: هتلر ألم يكن نصرانيا؟ قال: بلى. قال: هل من حقي أنا المسلم أن أحمل جرائم هتلر على عيسى ابن مريم وحاشاه طبعا على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، هل من حقي أن أحمل هذه الجرائم على عيسى ابن مريم؟ أقول: هذا تابع لعيسى ابن مريم، هذا نصراني، أن أحمل هذه الجرائم إلى النصرانية؟ أحمل النصرانية هذه الجرائم من حقي؟ قال: لا. قال: فكيف من حقك أن تحمل رسول الله صلى الله عليه وآله جرائم أناس يقولون أننا مسلمين؟ ثم قلت له: أنسيت محاكم التفتيش؟ محاكم التفتيش من الذي كان يدير هذه المراكز للجرائم؟ لمجرد أن الشخص يختلف مع الكنيسة في الرأي فقط، رجال دينكم تحت إشراف البابا الأعظم في زمانه سفكوا دماء بطرق غريبة، ابتدعوا، اخترعوا، تفننوا طرق عديدة لقتل الناس لمجرد الاختلاف فقط وتحت إشراف البابا الأعظم عندكم. هذا الشيء أنا أتمكن أن أحمله عيسى بن مريم؟ حاشا، مع أنهم كانوا رجال دين منكم. لا، البابا الأعظم أكبر شخصية دينية عندكم، هذا الذي كان يشرف على محاكم التفتيش وأنتم تعرفون. وطالت القضية سنوات، قتل لعله ملايين من الأشخاص بهذه الطريقة، بذلك التاريخ الأسود
للعديد من بلاد القارة الأوروبية. قال لا، ليس من حقك أنت المسلم تحمل النصرانية. قلت أيضا أنت ليس من حقك أن تحمل الإسلام ولا رسول الله صلى الله عليه وآله ما صنعه بعض المسلمين. ثم قلت له الإسلام لا يكون لا يؤخذ إلا من رسول الله صلى الله عليه وآله، ما صنعه رسول الله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا هو الإسلام. أما الذين جاءوا من بعد صنعوا شيئا هذا ليس هو الإسلام، إن كان موافقا لما قاله وفعله رسول الله صلى الله عليه وآله فبها، وإلا فلا. ثم ذكرت له قضية واحدة، قلت له أذكر لك قضية واحدة وأمثال هذه القضية قضايا، وهي أنه كان هناك رجل معادي لرسولنا صلى الله عليه وآله من أشد الناس عداوة له، اسمه أبو سفيان. هذا الشخص عادى رسولنا صلى الله عليه وآله عداء قل نظيره، كان إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وآله في أيام مكة يشتم النبي صلى الله عليه وآله، وكان أحيانا يلطم رسول الله صلى الله عليه وآله، وذات مرة لطم النبي صلى الله عليه وآله حتى سقط على الأرض فصار بحذائه النجس يطأ كتف رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم مارس تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله إرهابا شديدا، قتل من أصحاب النبي مجموعة، حتى اضطر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يهاجر، هجر النبي صلى الله عليه وآله من مسقط رأسه، ذهب إلى المدينة المنورة. هناك هذا الشخص أثار حروبا وحروبا ضد رسول الله صلى الله عليه وآله، وقتل في هذه الحروب أحباب رسول الله، قتل عم رسول الله صلى الله عليه وآله بتخطيط من هذا الرجل وزوجته. هكذا آذى هذا الشخص رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد سنوات دخل النبي صلى الله عليه وآله إلى مكة منتصرا بجيش جرار، عدد جيشه كان أكثر من عدد نفوس من كل نفوس مكة بما في ذلك الأطفال، لعله كان العدد ضعف نفوس مكة، جيش جرار كبير. اللهم صل على محمد. قلت له كيف تتوقع أن يصنع هذا النبي صلى الله عليه وآله مع هذا المجرم مع هذا العدو؟ قال لا أعلم. قلت له لا، أنت تصور أن هذا النبي نبينا صلى الله عليه وآله، هذا النبي نبي عظيم خلوق، ماذا يصنع في هذا الموطن عندما تسلط على هذا الشخص الذي كلما تمكن أن يؤذي رسول الله آذى رسول الله، وهو مجرم أساسا، مجرم حرب يعتبر. أفضل بلد ديمقراطي لو سيطر على مثل هذا الشخص ماذا يفعل؟ قال لا أعرف. قلت له رسولنا صلى الله عليه وآله قال من دخل المسجد الحرام فهو آمن، وتعرف أن المسجد الحرام من أفضل البقاع عندنا، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. بدأ ينظر إلي، أنا صادق فيما أقول؟ وينظر إلى من حولي، بالفعل هكذا. قلت له اقرأ هذه القضية في كتب المسلمين، بل حتى في بعض كتب النصارى التي كتبت ضد رسول الله أساسا، وأنا عندي واحد منهم، أنا شخصيا عندي إحدى الكتب من كتب النصارى التي كتبت ضد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه القضية يذكرونها. قلت في تاريخ البشر تتمكن أن تأتي مثل هذا الشخص؟ هذا رسولنا، لا تنظر إلى هذا وذاك. العفو عند المقدرة، مثله رسول الله وأمير المؤمنين عليهما وآلهم الصلاة والسلام بصورة ما تمكن أن يمثلها بتلك الصورة أحد من الأولياء.
هذا أمر ثاني، أسباب حدوث هذه المشاكل، هذه الضجة الإعلامية التي تثار على الأقل في كل سنة مرة ضد الإسلام وضد رسول الله صلى الله عليه وآله. الأسس هذه الأسس، الكتب، الإعلام، الحكومات الدكتاتورية، يلزم أن تفضح. هذا الثلاثي، هذه الأثاث، هذه الأشياء الثلاثة يلزم أن تفضح. هناك أمر آخر باختصار شديد أمر عليه، ما هو الحل؟ إخواني القضية مؤلمة، مؤلمة جدا. بعد مرور سنوات وسنوات على حدوث مثل هذه القضايا بين الفترة والأخرى، لا زلنا لا نعرف كيف نتعامل مع هذه القضايا. يعني أدنى مستوى المعرفة غير موجود. مؤسف، مؤسف جدا، مؤلم جدا. في بحبوحة غضب المسلمين عندما يتهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالتهمة، في بحبوحة الغضب عندما تخرج ملايين من المسلمين إلى الشوارع في مسيرات، الكتاب يكتبون، حتى بعض الحكام يدخل في القضية، ترى لا يوجد تأثير، حتى تأثير قليل. حقا شيء غريب. في إحدى القضايا التي حدثت قبل كم سنة، في بحبوحة غضب المسلمين، عشرات من المسيرات تخرج في بلاد المسلمين وغير المسلمين، مجلة عادية قررت في نفس الأيام أن تنشر إهانات جديدة لرسول الله صلى الله عليه وآله. يعني ماذا؟ يعني كل هذا الحشد، كل هذه الأعمال الكبيرة لا تؤثر على مجلة عادية، لا مجلة تطبع بالملايين، مجلة تطبع بالآلاف، مجلة جدا عادية في ذلك البلد، من الصنف الثالث لعله أو الرابع من المجلات في ذلك البلد، شيء عادي. يعني كل هذه الجهود ما تمكنت أن توقف مجلة عادية. يعني ماذا؟ هذا ليس مؤسفا؟ كيف ما تمكننا أن نوقف مجلة؟ مجلة ما تمكننا أن نوقف الدولة العظمى، ما تمكننا أن نوقف دولة عادية، لا، مجلة ما تمكننا أن نوقفها. عفوا أقول هذه الكلمة، عفوا أقول هذه الكلمة، هذه ليست سفاهة؟ ما هي السفاهة؟ لماذا ما تمكننا أن نؤثر؟ أولا لأننا استخدمنا شيئا كبيرا في قضية صغيرة. أمثل لكم بمثال، أنت تريد أن تشرب استكانة شاي، ما هي الطريقة؟ أن تأخذ بثلاثة أصابع فقط أو بأصبعين، تأخذ الاستكانة، تشرب الاستكانة، صحيح أم لا؟ هذه الطريقة. إذا جئت لشرب استكانة شاي، جئت بجهاز كبير، جر الثقيل، هذه الأجهزة التي تحمل الأطنان، تريد بهذا الجهاز أن تشرب استكانة شاي، تتمكن؟ هذا الجهاز ليس لهذا الشيء. أولا صرفت طاقة كبيرة لقضية صغيرة، ثانية تتمكن بهذا أن تشرب استكانة شاي؟ لا. الشيء الذي تستخدمه غير ملائم للقضية لا يعالج المشكلة، تبقى ابقى ساعات حاول أن تأخذ هذا الاستكان الشاي بهذا الجهاز الضخم الكبير، لا تتمكن. هذا أولا. ثانيا شخص يأتي يخرج سكينة عادية جدا، سكينة فواكه، يريد أن يضربك بهذه السكينة، وأنت عندك قنابل، عندك طائرات، عندك
صواريخ، ولكن توجه، هذا جاء من اليمين، أنت توجه هذه الصواريخ وهذه الطائرات القوية إلى جهة اليسار، تتمكن أن تقابله؟ لا، هو يأتي يضربك، حتى لو كان يحمل سكينة عادية جدا صغيرة لا تتمكن، بطائراتك لا تتمكن أن تدافع. لماذا؟ لأن التوجيه توجيه في طرف آخر، هو من هنا يأتي. نحن بالضبط صنعنا هذا الشيء، أولا استخدمنا طائرات في مقابل سكينة، استخدمنا شيئا ضخما في مقابل شيء عادي، ثانيا يعني في مقابل مجلة مسيرات بالملايين، هذا استخدام طائرات حربية صواريخ في مقابل سكينة. ثانيا التوجيه غلط، هذا الذي يضربني يطعنني بالسكين من هنا جاء، أنا وجهت الطائرات إلى جهة ثانية. إخواني هناك جهة أو جهات هي وراء هذه القضية، أنت أخرج مسيرات بالملايين ضد الدولة الفلانية، أصلا لا ارتباط للقضية بتلك الدولة، بطبيعة الحال المشكلة لا تحل، هذه الجهة أصلا تريد أن تشغلك بتلك الدولة وتلك الحكومة، تحل المشكلة؟ لا، بعد مرور سنوات تمكننا أن نحل المشكلة بمقدار ذرة؟ لا. ابحث عن مصدر المشكلة، عن بؤرة هذه الضجة ضد رسول الله، ابحث أي بؤرة، أي مصدر، ثم بمقدار حجمه وجه خطابك، وجه إعلامك فقط بمقدار حجمه إلى مقدساته، هو يطعن في مقدساتك، أنت أطعن في مقدساته، خلاص. هو يشوه سمعة شخصياتك الكبرى، أنت ابحث عن أخطاء شخصياته الكبرى، مقدساته، المقدسين عنده، بيّن حقائقه، خلاص القضية تنتهي. هناك جهة أو جهات، وجه سهامك إلى هذه الجهة بمقدار حجم القضية لا أكثر، يطعن في أقدس مقدساتك، اطعن في أقدس مقدساته، مقدسات تلك الجهة التي هي وراء هذا الشيء، لا مقدسات الآخرين. هذا الشيء لا نعرفه نحن، 100 سنة اصرخ 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 بدون فائدة، عفوا أقول هذه الكلمة، فضيحة للمسلمين. تمر سنوات وكل سنة تثار ضجة ضد رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل جهات صغيرة، لا يتمكن المسلمون أن يمنعوا تلك الجهات الصغيرة من ذلك. نحتاج إلى دراسة جديدة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى بمحمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد، اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر الله أكبر.